أكد مندوب مصر بمجلس الأمن أن القاهرة تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل والجانب الفلسطيني لسرعة إطلاق سراح المحتجزين والأسرى الفلسطينيين. وخلال مؤتمر صحفي مع المجموعة العربية بالأمم المتحدة، أكد مندوب مصر أن مصر وقطر ملتزمتان بالعمل على المفاوضات لوقف نزيف الدماء الفلسطيني. مصر وقطر ملتزمتان وجادتان للغاية في التعامل مع تلك المفاوضات الشائكة. تلك المفاوضات بطبيعتها معقدة ولا يمكن التنبؤ بسرعة تحقيق النتائج، إنما ما نؤكده أن الجهد والعزم أكيد من كل الأطراف في محاولة لتحقيق الاختراق المطلوب، إيقاف نزيف الدماء، وكما تفضلت أختي العزيزة السفيرة علياء، لا انفصال بين قيام مجلس الأمن تحمل واجباته وقف إطلاق النار، بل على العكس نفضل كما أوضحت في بياننا أن نتفاوض وسط الهدوء، وسط انسياب المساعدات، وسط علاج الجرحى، بدلا من أن نتفاوض تحت الضغط الشديد الذي قد ينذر بالمزيد من تصعيب المفاوضات الصعبة بطبيعتها. وبإذن الله مستمرون.